فوالا موضوع جديد اللي هو كيف يمكن مثلا أن نضيف أو نغير وضعية موظف ما يعمل في إعدادتنا أو في ثانويتنا أو في مدرستنا من سيليفاتير إلى ماغي. إذا غنمشيو أولا إلى بروسيسوس، إذا كنضغطو على هاد الأيقونة اللي هو بروسيسوس، نتسناو حتى يعطينا. إذا كيعطينا هاد الواجهة كنمشيو للألوكاسيون فاميليال. إذا هنا عندي أجون كونجوان اونفون، عندنا هادو هما الخانات الأربعة. أجون عندنا هاد العمليات يمكن نديرهم، ثم الكونجوان يعني سواء إذا كان أجون رجل هنا تكون الزوجة ديالو، إذا كان عكس فهو العكس. هنا لونفون ديال هاد لاجون الكونجوان ديالو. إذا غنمشيو للمارياج أجون، إذا مثلا نضغط عليها كيعطينا هاد الواجهة. إذا هنا عندي دات دافي، دات اوبيراسيون، شوا دو بلون، نيميرو دو سوم. اذا الحوايج اللي يمكن لنا نكتبوهم حنايا ولا نغيرهم، عندي هنا دات ديفي و نيميرو دو سوم. اذا اول حاجه خصني نديرها هي دات ديفي، تاريخ مفعول الزواج. اذا تاريخ مفعول الزواج هو التاريخ اللي تيكون مكتوب في الوثيقه الرسميه ديال الزواج اللي هو العقد، والتاريخ اين يوجد. اذا عندما نجد العباره التاليه او الكلمه التاليه، وقد شهد العدلان الاثنان بزواج فلان على فلانة على الساعة بتاريخ. إذا ذاك التاريخ هو تاريخ مفعول الزواج. إذا كنمشيو مثلا هنايا كنوضعو مثلا، نفترضو بأن هاد الشيء وقع العام اللي فات، إذا في شهر 8 مثلا 28. إذا غنمشيو للنيميرو دو سوم. إذا هنا غنديرو شيرش، إذا غنديرو نفترضو غنديرو مثلا هاد التاريخ أو هاد رقم التأجيل. اذا هنا يمكن لي نقلب يا اما برقم تاجير يا اما بلاكارت ناسيونال اللي بغيت، اللي تنعرفهم يمكن لي نقلب بهم. اذا هنا غادي نوضع واحد رقم تاجير، دونك نضغط هنا كيعطينا هذه المعلومات. اذا هنا كيتحول الى المعلومات اللي كاينين هنا، كيحولهم الى هنا، ثم كنديروا ديماري. Êtes vous sûr de vouloir lancer ce processus؟ كديروا نعم يس. اذا انتظروا المعلومات. اذا هنا كاين جوج حالات، يا اما كنقلبوا على معلومات ديال واحد الزوجه اللي خدامه في قطاع في وزاره الوطنيه، او لا خارجه عن قطاع وزاره الوطنيه. اذا افترضوا مثلا بان هذا الشخص غادي يتزوج واحد شخص، او الكونجوان ديالو يكون في قطاع وزاره الوطنيه. اذا هنا نيميرو دو سوم، كنجيو هنا نيميرو دو سوم، اذا غادي نقلبوا عليه انطلاقا من نيميرو دو سوم ديالو. اذا غنديرو مثلا اذا هنا سيرش بيرسون، اذا كنضغطو على هادي، اذا غيعطينا هاد المعلومات. اذا ان فوا كن اذا ملي تلقانا البحث كنضغطو على هادي، ملي كنضغطو على هادي كنرجعو لي دوني برينسيبال كيعاود يعمرهم من هنا. اذا غادي نزيدو هنايا بروفيسيون، اذا نوركو لا سوفكاردي باش نكملو المعلومات. اذا كتعطينا بهاد الخانات اللي هي فارغة، اذا هنا كيعاود يعطينا ياكد لنا على هاد الخانات الاخرين اللي باقيين ما عمرناهمش. اذا هنا مثلا خدام في وزاره التربيه الوطنيه، اذا تنقلبوا على فونكسيون او اجون بي بار دي ار بي بي. اذا هذه هي معنى انها خدامه في وزاره التربيه الوطنيه. اذا البلد، اذا اختاروا مثلا المغرب، اذا نبقاو نقلبو حتى نلقاو مروك الى غير ذلك. ماروكان، ليو دو نيسونس الى غير ذلك من المعلومات اللي خصنا نعمرو. اذا هنا ليو دو نيسونس، اذا نديرو مثلا كازابلانكا. اذا هنا خصك تكتبو الاسم بالعربيه، لو نو فاميليال و لو برينو كنكتبو بالعربية كذلك.
وكنديروا عندنا جوج احتمالات، يا اما غندير سوف كاردي يا اما غنديروا فاليداسيون اي ار جي. اذا اللي درت سوف كاردي كيمشى كيتحط لنا كسوف كارد حتى نرجعو نصيفطوه، اما اذا درت فاليداسيون فهو كيمشي لنا مباشره الى التسلسل الاداري، يعني غيمشي للنيابه. متفقين؟ اذا هنا من الاحسن اذا نبداو بعمليه سوف كارد، حتى اذا وقعت لنا شي مشكله يمكن لينا نرجعو ونريكتيفيو. اذا نديرو هنا يس، اذا نركو على هاد البيتيت ميزون اللي كاين هنا غتعطينا غنشوفو الواجهة. اذا كتلاحظو هنايا ميت انديفيدويال، اذا هذا سيزي دو كونجوان، اذا هنا يلا عندي سي كالكو شوز لي سوف كارد، يعني كمرحلة اولية هنا باقي ما صيفطهاش لهاد النوتيفيكاسيون، يعني ما صيفطهاش بار ياشي، يعني مشات النيابة. اذا نفترضو بانني اذا بغيت نرجع لهاد الملف، اذا كنضغط عليه اذا عندي هنايا، اذا نفترضوا مثلا نديرو فاليداسيون اي اش، اذا لو وركت هنا غنديرو يس يس. اذا كتلاحظوا تحول من هنا، تحول الى هنا، لا تاش اي تي افكتوي الى هذا الشخص اللي غيتلقى مثلا في النيابه او غير ذلك من الاشياء. اذا كتلاحظوا هنا هذه حاله من بين الحالات المتعدده اللي يمكننا نعالجها على مستوى هذا البرنامج. اذا اليوم تعرفنا على كيفاش يمكن لنا نغيروا حاله الموظف من سيلفاتا الى ماغيي مع حاله خاصه للمتزوجه للزوجة اللي هي كتعمل في قطاع وزارة التربية الوطنية. إذا تمنساوش أنكم تسجلوا في القناة ديالنا غريب الحرش لإضافة مجموعة من الفيديوهات في نفس السياق، وشكرا على متابعتكم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. دائما برنامج مسير اللي هو تدبير الموارد البشرية بصفة عامة، هنا تدبير الرخص والتعويضات العائلية. إذا اليوم غادي نتعرفوا كيفية إضافة أو تغيير وضعية موظف الى متزوج، وشنو هما الاشياء او لي زيتاب اللي خاصني نتبعهم باش نسجلو كانه غير الوضعيه ديالو واصبح متزوجا. اذا كنمشيو للبروسيسوس كنضغطو على بروسيسوس كنتظرو، اذا هنا كيعطينا الوكاسيون فاميليال كنضغطو على مارياج اجون. اذا اليوم غادي نتعرفوا بان نتعرفوا على وضعيه خاصه اللي هي زواج من شخص لا يعمل بالقطاع. اذا دات دي في شوا دو بلون و دات دوبيراسيون نيميرو دو سوم. اذا دات اوبيراسيون هي التاريخ اللي قمت بلا سيزي ديال المعلومات، هنا دات دي في هي تاريخ ديال الزواج هو اللي مكتوب في عقد الزواج اللي مكتوب بعد وقد شهد العدلاني بتاريخ على الساعه. هنا نيميرو دو سوم نقلبوا بها. اذا اول مرحله خصنا نكتبوا دات دي في تاريخ عقد الزواج، اذا نفترضو مثلا هو هذا. اذا نيميرو دو سوم نقلبو على هاد الشخص اللي باغي يغير الوضعية ديالو 50. اذا غنديرو ريشيرش كيعطينا هاد المعلومات، اذا تنضغطو عليهم، اذا تنديرو ديماراج، اذا نديرو اتفو سور دو فولوار لونسي سو بروسيسوس، اذا تنديرو يس. اذا كتلاحظوا هنا في الجانب كاين عندنا واحد العلامه ديال انها خدام، لو بروسيسوس اي اون تران دو سو لونسي. اذا هنا تعطينا المعلومات ديال هذا الشخص. اذا قبل في الفيديو السابق تعرفنا كيفاش يمكن لنا نضيف واحد الزوجه اللي هي كتعمل في قطاع وزاره التربيه الوطنيه، كنوضعوا نيميرو تصوم ديالها هنا، كنديروا السيرش كيعطينا المعلومات وتنضغطوا على هذه المعلومات يدوزو مباشرة لي دوني برانسيبال. إذا هنا افترضوا بأن هذا الشخص سو فونكسيون، إذا نديرو مثلا كا بي، نديرو أي رقم، أي رقم نديرو ماشي مشكل. إذا هنا نون دو كونجوان، إذا عندي
نديرو مثلا زيرو. اذا هنا نديرو غنديرو مثلا بالعربية لو نو السيتياسيون اللي عندنا السيتياسيون هي اللي كاين عندنا في لاكت مارياج سور دو سيتياسيون سيليباتير دات نيسونس nationalité marocaine. مثلا لو دو نيسونس الجزائر. اذا هنا عطينا المعلومات كامله. اذا المرحله الثانيه غنديرو سوفغاردي او غنديرو فاليداسيون اي ار جي. اذا سوفغاردي يعني راه كيبقى عندنا عرف لي دوني ديالنا ما مشاش ما كملش المسار ديالو هاد الملف. اذا نفترض مثلا غادي نديرو فاليداسيون هيراركيك. فاليداسيون هيراركيك هي ان هيراركي انا غنمشي للنيابه ومن بعد غادي نصيفط الدوسي ديالي اللي فيه المعلومات ديال الزواج في عقد الزواج والوثائق الضروريه في ارساليه بعد ما كنكمل هاد المعلومات. اذا نديرو مثلا نسوف يس. اذا نديرو يس كتلاحظوا هنا دائما شوف هاد انكوريكت عطاني شي معلومه شي هنا عطاني سيان انكوريكت. اذا ندير اوكي نغير هاد السيان. اذا نديرو ام مثلا ام سي 1 2 3 4 5 6 7 نشوف سوف كادي. اذا كيلاحظ كيعطينا معلومات. اذا كان شي خطا راه قلنا حاولوا تصحوه. confirme l'action traitement effectué processus mariage agent et d'un dire yes confirmation des mecs là doit dire une rakin et kin l'étape suivante et d'un là va d'un sido va d'un mouchou choufou et d'un là عندي واحد المنزل صغير. اذا كنضغط عليه كنلاحظوا جميع الاشياء اللي قمت بالتسجيل ديالها. اذا كتلاحظوا هنايا مارياج اجون تاريخ الساعة. اذا هنا من بعد ما درتو نقدر ندير فاليداسيون هيراركي. اذا فاليداسيون هيراركي اللي ضغطت عليه هنا غيتحول من هنا لهنا وبالتالي يكون قد ارسل الى النيابة. اذا نتمنى ان هاد الفيديو يكون قد نال الاعجاب.